احنا جينا معكم البنات سالت لاله فاطمه المونتاج او الطويان تاع البسطيله وهي كتكهم هكا يا بكيردون باش ما باش ما يديفورماوش باش ما طلعش الورقه هكا تبقى مبوقه من الفوق. نعطيك الصحه. جوج ثلاثه حنا غادي نشوفوا تبارك الله شحال ديال على حساب الدوره ديالي. انا بغيت نصور لهم الصف كله ديال البوطاجي ديال البسطيله انتما كتشوفوها البنات. كلهم ما شاء الله كبار. ان شاء الله دايره مع الثمانيه يجي يمشيو يمشيو ان شاء الله يجي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يسخر لها فاطمه. انتم الاخوات راه كل مره كتفاقدوا لها فاطمه الا خاصو تحركها كتحركوه وكيطيب كينشف. قربي وجدها لا فاطمه بقى لي والو. دابا غير تشحر دابا كتحيدي لي الغطايه ديال الطنجره تخليه ينشف. اييه الحراره. دابا ان شاء الله نرجعوا معاهم عاوتاني باش تشوفوا الكتابه ديال المراق كيفاش ولات ان شاء الله. ها انتما التحريكه سبيسيال تاع لا فاطمه كتحرك غير الطنجره صافي. اللحم حيت يكون طايب لا حركتش ديري ليه المغرفه. الا درتي ليه مغرفه شتيه صافي كيبقى ما يتهز على مر. بغيتي تحركي هكا حتى يبدا يتحمر وطفي عليه يبقى غير يدم غير الدمعه. الله يعاونكم ويعطيكم الصحه. الطنجره باش تحركي راه ماشي سهله. يعطيك الصحه لا فاطمه واختي خديجه يعطيك صحيحتك وجميع المسلمين يا ربي. يلاه البنات رجعوا ان شاء الله منين يختار المرق ان شاء الله باش تشوفوه. انت في الاستقبال اختي مرحبا تبارك الله عليك نتمنى لك التوفيق. امين. نتمنى الاخت بالحليب والتمر في الاستقبال. تشوفوا الدريساج نتاعو في هذا الديكور هذا دائما كاين الجديد. دائما ان شاء الله. ما شاء الله عليكم الله يوفقكم اختي. انتما كتشوفوا الديسير مازال الحلوه ما وصلات. هاد الاسباس اللي خلاو غادي يحطوا فيه لي بلاطو تاع الحلوه ان شاء الله. نوريكم ان شاء الله البرزه. أكيد الطبلة تاعت العرسان ملكية. بسم الله. دابا البنات لاله فاطمه طيبات البرقوق. دابا المشماش ان شاء الله شنو درتي فيها لاله فاطمه؟ المشماش درت عويده القرفه إيه؟ ودرت الملحه وشويه ديال الزبده إيه؟ وحتى يطيب غير شويه غادي نعسلو. هو كيطيب دغيا. هو كيطيب دغيا غير واحد جوج طبخات وغادي نعسلو ديال باش يتعسل. انتما شفتوا عويده القرفه ما كديرش القرفه بودره خاش غادي تكحل البرقوق ما يبقاش اللون تاعو زوين. مساء النور لاله فاطمه فين وصلتي؟ ايوا حنايا الله دابا تبارك الله عليك. ها هو راه حيدته. انتما تشوفوا الاخوات نعطيك الصحه لاله فاطمه. انتما تشوفوا محمر مجمر على حقه وطريقه. الطنجره الثانيه كنتمنى تكون الاضاءه كافيه باش كيجي الحيدوس بدا اللي بدات نصوره. انتما كتشوفوا الطنجره الثالثه كلهم بحال بحال ان شاء الله. شوف الغمار على حقه وطريقه.
ان شاء الله لقد تزين بنتي غيكون ان شاء الله مكتسب البرقوق والمشمش والكرشاء ان شاء الله. واللوز إيفيلي بسيطة وراقية إن شاء الله.
فين كيتسمع صوتي مع الموسيقى؟ يلا لحظة ما غادي تبدا الدريساج ان شاء الله. خصك شي معلقة. هلا فاطمة تبارك الدهن العسل. عافاك باش سمحي لي انا مشي انا ملي كاع ونصور Yeah.
فاطمه الله يعطيك الصحه داز الدريساج زوين سامبل وفي نفس الوقت احسن طيابه في الخميسات ياك بارك الله فيك. انتم كتشوفوا تبارك الله 15 حبه كلهم محمرين بالصحه والراحه للمدعوين ان شاء الله. مزيان وهنا اخواتي بعد ما كيطيب المشماش وكيتعسل ما كياخذش وقت طويل بحال البرقوق كيتصفى من داك السيرو وكيتفتح من الوسط وكنحاولوا نحطوا وحده فوق وحده بحال غادي نديروا علامه ديال زائد كنخالفوهم كيجيو بحال شكل الورده كي كتشوفوا في التبصيل وكنحطوا عليهم هكايا انصاف نتاع القرقاع كيكونوا جاهزين للدريساج ان شاء الله والتزيين ديال اللحم بالبرقوق. بالنسبه للاخوات اللي غيسولوا على طريقه ديال التعسال ديال البرقوق ما صورتوش لانه سبق ووضعت فيديوهات كثيره ورتنا لا فاطمه طريقه ديال التعسال ديال البرقوق. غنخلي لكم ان شاء الله الروابط في خانه الوصف كذلك بطاقات الا بغيتوا تعرفوا على طريقه بالتفصيل ان شاء الله في هذا الفيديو طلع عندكم دابا. كتشوفوا الاخوات المقبلات نتاع الكبده كاين لا فاطمه مشربله وزعلوك لا فاطمه تكلمي ها تكلمي هذا زعلوك كبده مشرمله كبده تاع البقري كبده مشرمله اييه وزعلوك وزعلوك ان شاء الله الا بغاو الطريقه غتوريها لهم في القناه ان شاء الله ان شاء الله صافي انا مشيت لا فاطمه زيت ما زيت عندك زيت مسحي هاكي هاكي مسحي صافي
نخلي والله خدمة كتكمل الدراسة إن شاء الله تاع اللحم ومع السلامة. مرحبا. تندير فيديو تنصور باش يبقى السلام عليكم. هاك خويا هاك بغيت ها نتوما البنات كتشوفوا الروتور تاع البسطيله هيل هيل تبارك الله تسالات كامله. كنعتذر هنا كاين الإضاءة ناقصة شوية، غنجيو تشوفو الروتور تاع البسطيلة. سمحوا لي المشاهدين. الدريساج هو الوقت صعيب. الدريساج شوية راه صعيب. وتبارك الله عليك لالا فاطمة أنتم كتشوفوا هذا الدريساج كي جا. وما بقى لينا إلا نقول لكم بسلامة. السلام عليكم. تبارك الله عليك لالا فاطمة الله يعطيك الصحة. تبارك الله عليك. بارك الله فيكم. درنا شي بسطيله ايوا راه خصهم المرقه صافي كتفيني لفاطمه وكتدفعوا للسربايه الله يعطيكم الصحه انتما الشباب. السلام عليكم المشاهدين. تبارك الله عليك لفاطمه. سلامه. سلامه.